تحت رعاية وزير التربية افتتحت الدورة 38 للمجلس الإنتاج للمؤسسة العامة للطباعة في مدرسة جول جمال، حيث أن المؤسسة أنجزت خطتها الطباعية لعام 2016-2017 والبالغة 70 مليون نسخة كتاب مدرسي للفصلين العام الدراسي الأول والثاني. تفاصيل أوفى بتقرير زميلتنا ليديا. إيمانا بأن العلم هو جسر العبور إلى غد أفضل، وإيمانا بأن إرادة الحياة لدى التلاميذ والمعلمين أقوى من أي إرهاب، يواصل قطاع التعليم في سوريا تحقيق إنجازات يومية. فبرعاية وزير التربية افتتحت الدورة 38 للمجلس الإنتاجي للمؤسسة العامة للطباعة. طبعا اليوم يعقد المجلس الإنتاجي للمؤسسة العامة للطباعة، خاصة هذه المؤسسة يعني ما تقدم كل عام. نحن لاحظنا في السنوات الثلاث الأخيرة لم ترد أي شكوى حول تأخر وصول الكتاب المدرسي إلى كل أطفالنا وطلبتنا في على مساحة القطر العربي السوري. يجب أن يعلم الجميع أن ما يتم طباعته سنويا يقارب 70 مليون نسخة كتاب مدرسي، وهذه الكتب يعني تقدم مجانا إلى كل طلبتنا، وهذه رسالة إلى العالم أجمع بأن التحديات مهما كبرت والصعوبات والأزمة زادت من إصرار الشعب السوري على محبته للحياة ومحبته للعلم والمعرفة. الخطة الطباعية لعام 2016-2017 جاءت لمواجهة العقبات والصعوبات الكبيرة والاعتداءات المتكررة على مستودعات المؤسسة والمدارس. طبعا صعوبات بسبب الظروف الراهنة، أهم الصعوبات هي استهداف العصابات الإجرامية للكتاب المدرسي، أي لأن منذ بداية الأزمة كان هناك استهداف ممنهج الغاية منه إيقاف عجلة التربية وإيقاف العقل السوري الممتد لأكثر من 7000 عام، لكن بمساعدة المجتمع المحلي في المناطق الساحنة والمنظمات الدولية اليونيسف تم توزيع الكتاب المدرسي في المناطق الساخنة والآمنة، إضافة إلى تأمين المواد الأولية، لأن كافة المواد هي مواد مستوردة، وارتفاع الارتفاعات الكبيرة في أسعار المواد الأولية، لأننا نسعى جاهدين لعدم ارتفاع أسعار الكتب. منذ 3 سنوات لم، على الرغم مما ذكرت، لم يتم أي زيادة في الكتاب المدرسي. مهما كثرت الصعوبات وازدادت التحديات، إلى أن إيمان السوريين بمسيرة الحياة يدفع عجلة العلم نحو الأمام، مؤكداً أن رسالة الحضارة انطلقت من هذه الأرض.